يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله في مسألة الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم معتبر وله حظ من النظر، أم هو من الخلاف الذي لا يعتد به؟ الخلاف المرجوح، هذا من الخلاف المرجوح فلا يؤخذ به ولا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا عام، فلا ينظر إلى الخلاف الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الاجتهاد الذي لا دليل عليه. نعم.